أعلنت شركة غازروم الفنلندية الحكومية إن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ستقطع عن فنلندا صباح السبت بعد أن رفضت الشركة الدفع لمجموعة غاز بروم الروسية بالعملة الروسية الروبل. وأعرب رئيس مجلس إدارة غازروم في بيان عن أسفه لذلك، لكنه أكد استعداد الشركة لهذا الوضع وقال إن شبكة توزيع الغاز في البلاد لن تشهد اضطرابات. لا وقعت ألمانيا وقطر إعلانا لتعميق شراكتهما في مجال الطاقة، وذلك خلال زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لألمانيا. وشدد الأمير على أن لدى بلاده مشروعا للتوسع في مجال الغاز يكون جاهزا عام 2026، وأن ألمانيا وأوروبا عموما يمكن أن تكون شريكا أساسيا في مجال الطاقة. في المقابل كشف المستشار الألماني أولاف شولز عن اتفاق شراكة مع قطر في مجال الغاز ضمن محاولات بلاده لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية. ألمانيا الباحثة عن بدائل للطاقة الروسية تمكنت أخيرا من إيجاد شريك سيخفف عنها الكثير من تبعات الأزمة الأوكرانية في أول زيارة يؤديها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى برلين في عهد المستشار شولتز. وقع الجانبان إعلانا حول الشراكة في مجال الطاقة بشكل يمكن برلين من استيراد الغاز الطبيعي المسالي من الدوحة. أزمة الطاقة موجودة منذ فترة، لقد أصبح الأمر أكثر عمقا بعد الحرب في أوروبا، لكنه كان كذلك قبل تلك الحرب. نحن سعداء جدا كما تعلمون وفخورون بأننا نستطيع أيضا المساهمة في استقرار سوق الطاقة. وينص اتفاق الشراكة على عقد اجتماعات منتظمة بين البلدين وإنشاء مجموعة عمل تركز على تطوير العلاقات التجارية في الغاز الطبيعي المسالي والهيدروجين ومجموعة مخصصة للطاقة المتجددة. ستعمل ألمانيا على تطوير بنيتها التحتية بحيث تكون في وضع يمكنها من استيراد الغاز السائل بكميات أكبر عن طريق السفن إلى جانب خطوط الأنابيب الحالية، وهذه خطوة كبيرة للأمام، وقطر تلعب دورا مركزيا في استراتيجيتنا. الاتفاق المبرم بين قطر وألمانيا رغم أهميته فإنه لن يحل أزمة الطاقة في أوروبا بشكل عاجل وكامل، إذ تحتاج ألمانيا إلى 3 أعوام على الأقل لكي تتمكن من توريد الغاز الطبيعي المسالي إلى موانئها. اتفاق الشراكة بين ألمانيا وقطر جيد، ولكنه لن يتمكن من سد العجز الناجم عن عدم استيراد الغاز الروسي، هذا إضافة إلى أنه سيأتي في وقت متأخر لأن الغاز المسال سيصل ألمانيا ابتداء من العام 2026. هذا الاتفاق الألماني والقطري على الغاز الطبيعي المسالي وباقي مصادر الطاقة خطوة أولى باتجاه شراكة مستمرة وتعاون طويل الأمد بين البلدين. خريطة جديدة لمسارات توريد الطاقة أحدثتها الحرب الروسية على أوكرانيا تبدأ من اتفاق شراكة حول الطاقة بين ألمانيا وقطر من شأنه أن يخفف من أعباء الحرب عن كاهل أوروبا ويرسم تحالفات جديدة في السياسة الدولية. مكسيم العيسى، العربي، برلين. وفي شأن آخر، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده مستعدة للوساطة لحل الخلافات بين إيران وأطراف الاتفاق النووي، ودعا في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني في برلين إلى حوار شامل بين الدول المطلة على الخليج لحل الخلافات مع إيران. هذه سياسة دولة قطر، دائما تؤمن بحل النزاعات بالشكل بالطرق السلمية، ونحن في منطقة الخليج مع إيران يجب أن يكون هناك حوار شامل بين جميع الأطراف لحل أيضا الإشكاليات بين الدول، ولكن نأمل أن يكون هناك اتفاق قريبا بين جميع الأطراف، وقطر إذا طلب منها بشكل رسمي فنحن مستعدين لمساعدة لحل هذا الخلاف.